أولا نبدأ بالرجل الأهم في هذه الانتخابات وهو دونالد ترامب. قبل قليل أدلى بصوته مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب في هنا في ويست بام بيتش حيث يقطن الرئيس. وطبعا كان هناك تجاذب لأطراف الحديث مع الصحفيين كالعادة. ترامب لا يترك أي مناسبة دون أن يتحدث فيها. أعطى بعض المؤشرات المتناقضة في الواقع. قال بأنه سيعترف بنتائج الانتخابات إذا كانت عادلة. وبنفس الوقت قال بأنه سينتظر نتائج الانتخابات وهو الذي يشكك في هذه الانتخابات منذ اليوم الأول. لماذا نادية مهما كانت النتائج أم إن كانت عادلة سيعترف بها إن كانت عادلة وليس مهما كانت؟ هو حسب صحيح، بس حسب شو هي العادلة؟ مو تفسير الرئيس يختلف عن تفسير أي حد تاني. يمكن أن تكون عادلة بالنسبة للديمقراطيين، بالنسبة أعطيك مثل 2020 انتخابات 2020 كل الطعون التي قدمها الرئيس ترامب وحملة ترامب وصلت إلى المحكمة العليا. المحكمة العليا قالت بأن الانتخابات كانت نزيهة وكانت عادلة، ورغم هذا الرئيس لم يعترف بها. وبالتالي تفسير كلمة عادلة بتعتمد على هي سبجكتيف، يعني ليست حيادية، بتعتمد على الشخص. لذا سنرى، لكن على الأقل اليوم بدأ الرئيس نوعا ما مرهقا لأنه كان في كل الولايات المتأرجحة وكان في كل المهرجانات الانتخابية أكثر من ولاية في أكثر في اليوم الواحد نفسه، وبالتالي هو سينتظر. طبعا بعد سيعود إلى مارالارغو وهو المنتجع الذي يملكه ليس بعيدا عن مكانه هنا، وسيأتي إلى مركز المؤتمرات الكونفنشن سنتر الليلة ليخطب بين مؤيديه. طبعا سئل إذا كان قد أعد خطاب النصر، قال لا، لكن أنا مستعد في أي وقت. وبالتالي كما ذكرتي هذه انتخابات غير مسبوقة بكل معنى الكلمة. لن نعرف من سيكون الرئيس إلا ربما غدا. على فكرة إذا يعني تحدث الزميل طلال على بنسلفانيا، نضع بنسلفانيا جانبا مع أنها هي أهم ولاية، كل المعارك ترتكز وتدور حول بنسلفانيا، لكن مستشاري الرئيس قالوا لي قبل فترة بأنه إذا استثنينا بنسلفانيا ووضعناها في خانة الديمقراطيين هناك طرق أخرى حسابية يمكن أن تصل ترامب إلى البيت الأبيض، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لهاريس. على هاريس أن تفوز بكل ما يسمى بالجدار الأزرق وهي بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان، لكن بالنسبة له هناك معادلات أخرى. وعلى فكرة النتيجة الأولى التي تعطينا مؤشر هي جورجيا ستغلق صناديق الاقتراع في السابعة ونورث كارولينا بالسابعة ونصف، وبالتالي إذا استطعنا أن نقرأ حسب طبعا من أين تأتي النتائج وكيف يتم حسمها تعطينا مؤشر إذا كان بالفعل النتائج في صالح ترامب، وخصوصا التصويت المبكر الذي كان يعاديه الرئيس وأصبح من أكثر مؤيديه. نعم إذن